قولي لي بقى عن كلمتك قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمتي ساعتها قلتي هو ايه؟ كان في خوف ورعب، بس كنت طايره من الفرحه. انا قدام سياده رئيس الجمهوريه، دي حاجه كبيره جدا، انا كان ده حلم رزق. عمره ما يجي في بالي. ايوه طبعا. الموضوع جه فلما ازاي؟ اتحقق، كلموكي قالوا لك لا ايه؟ يعني ظبطتيها ازاي؟ ايه اللي حصل؟ قعدتي تفكري في ايه؟ قلتي ايه على الستيج؟ كل حاجه. انت كنت في قدرون باختلاف، احكي لي كله كله. كنت في قدرون باختلاف كنجيم من الحروق، لان دي كانت حاجه صعبه جدا، طبعا ان انا طبعا. اثبت بقى دلوقتي انا قدام رئيس جمهوريه مصر العربيه، فلازم اثبت وجودي، مش انا بس، انا وكل النجيم من الحروق، لان احنا كتير قوي ومحدش كان سامع صوتنا، محدش كان يعرف عننا حاجه، وقد ايه المعاناه اللي احنا بنعانيها، وقد ايه التعب اللي بنوصل له عشان حتى نقدر نعيش حياتنا اليوميه. فكل ده كان جوايا، وكنت عايزه اوصله يعني بشتى الطرق، ان انا اثبت للناس وللعالم كله احنا موجودين، احنا اهو، احنا لازم نتشاف. وفعلا لقيت سيادة الرئيس، طبعا هو شافنا بقلبه اجمعين، جميل وحنين، وشفت جدا كان بيضحك جدا مع الاطفال ازاي، وواقفين مبهورين وواقفين فرحانين بيه على حنيته وطيبته، تحس ان هو جدا اب غير ان فعلا. هو رئيسنا. فانا حسيت الاحساس ده، حسيت ان هو والدي قاعد قدامي وبيسقف صح. لي وبيشجعني، حسيت باحساس جميل جدا، يعني انا بشكره جدا على الاحساس اللي وصلني، وعلى الله. دعمه وعلى مساعدته وتبني قضيتنا. فعلا فعلا انا بفتخر ان ده رئيس بلدي، الله. بفتخر بيه. واحنا كلنا، احنا كلنا طبعا بجد، طبعا، مش عشان هو رئيسنا وقائدنا لا خالص، وحبيبنا، ولا لا احنا اب بنتحسد عليه، ربنا بس يا رب كده. يحميه. والله العظيم ما شاء الله، اللهم بارك. عارف احنا دايما بنقول كده.